خلينا بالمستقبل، بدي أسألك بحياة زوجك وابنك، لو فرضنا إنه هالنظام سقط، وهذا طبعا حلم إبليس بالجنة، بس لو فرضنا يعني، شو رح يصير بسوريا؟ أي علمانية وسطية رح تنبنى؟ أنت ممكن تتخيلي شو ممكن يصير بسوريا لو ما روسيا ساعدت النظام ومنعت إسقاطه؟ ممكن تتخيلي لو فئات تانية استلمت الحكم، شو رح يصير؟ ما رح تخليكن تشوفوا الضوء، ما رح تحلموا بالعلمانية. النظام ماسك البلد وحاميكن منهن. اي مزبوط، النظام ماسك الطيارات الروسية اللي قصفت نص سوريا، والنظام ماسك آبار البترول وعم يبيعها لروسيا وإيران. لك اطلع حواليك، اطلع حواليك واطلع على حجم الدمار يلي جابته عائلة الأسد للبلد. اطلع حلفاء الفاسدين، بس هذا مو غريب على تاريخكم الأسود. تاريخكم مليان بالتحالفات الفاسدة يلي بتحقق مصالحكم الشخصية. بعدين هي علمانية جابها النظام بالله؟ إلا إذا معتبر استغلال العلويين علمانية، أو قلك يمكن عن طريق روسيا اللي قتلت آلاف الأبرياء وحطمت البنية التحتية، أو بظن عن طريق حزب الله والميليشيات العراقية اللي عم تحارب تحت الرايات الدينية. لا يمكن عن طريق إيران يلي عم تشيع الناس وعم تشتري العقارات، مو هيك؟